منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي ومنصب رئيس البرلمان العراقي شاغر، ذلك بعد إقالة محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة الاتحادية العليا بناء على دعوى تزوير تقدم بها أحد النواب ضد الحلبوسي وهو رئيس حزب تقدم. حتى الآن جرت جولتان لانتخاب رئيس البرلمان، آخرها كانت يوم السبت الماضي برئاسة رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي وبحضور 311 نائبا من أصل 329. لكن تلك الجلسة شهدت ماذا مشاهدينا؟ طبعا شهدت عراقا بالأيدي، قيل إنه كان بين نواب من تحالف تقدم وتحالف سيادة المنافس وتحالف عزم. العراق استدعى تدخلا من عناصر حماية البرلمان. نشاهد أولا ثم ندخل في التفاصيل. البعض لاحظ أن أحد النواب أخذ مطرقة رئيس البرلمان ونزل إلى ساحة المعركة. مشاهدينا، كان النائب هيبة الحلبوسي عن تحالف تقدم قد أصيب في كدمة برأسه، دعونا نظهر لكم هذه الصورة له داخل البرلمان وهو طبعا يضع الضمادة على جراحه. وبحسب النائب نهرو محمود فإن المشاجرة كانت بين هيبة الحلبوسي ومثنى السامرائي ثم تدخل أحمد الجبوري. تحدث نهرو محمود عن تفاصيل المشاجرة وعن سببها وهذا ما قاله، مشاهدينا دعونا نظهر لكم حديثه. نواب التقدم توجهوا الى يعني بين الشيخ هيبة الحلبوسي ومثنى السامرائي صار عراق، ومن ثم تدخل النائب احمد الجبوري، ومن ثم التوجه الى الرئاسه بعدم رفع الجلسه، وهكذا صارت الموضوع طلعت الموضوع يعني عن السيطره وتاجلت الجلسه الى شعار اخر. ونواب التقدم طلبوا منه تعديل النظام الداخلي الماده 12 ليقدمون نواب جدد لترشيح لهذا المنصب، وبسبب هذا الموضوع صارت الخلاف والعراق داخل المجلس. العراق رفعت الجلسة وتم تأجيل انتخاب رئيس البرلمان إلى جولة ثالثة وخرج رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي من الجلسة. تفاعل العراقيون على وسائل التواصل مع فيديوهات العراق، هذه بعض من التعليقات. إبراهيم نايف يقول يا ريت نشوف هذا العراق مالكم على القوانين اللي تخدم المواطن، ويا ريت لو على قانون العفو العام عن الأبرياء والمظلومين اللي مالكم علاقة بيهم بس لكم علاقة بالمناصب. أما هنا حيدر عبد الملك والعركة والبوكسات كأنهم أطفال في مدرسة. المحامية مريم المبارك تقول الديمقراطية ثقافة ونمط يحتاج سنوات طويلة ومراحل تدعم نجاحها، وحاليا تتعارض مع ثقافة البعض وفشلها مؤكد. أما هنا باسمي الهوى العراقي يقول بعد أن أصبح مجلس الأحزاب وليس مجلس النواب نطالب بحل مجلس النواب الفاشل وغير الشرعي والذهاب إلى انتخابات مبكرة. صحيح أن الجلسة قد رفعت بسبب العراق، لكن قبل ذلك قد جرت عملية تصويت لانتخاب رئيس للبرلمان، وتقدم سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة الذي يتزعم خميس الخنجر على محمود المشهداني مرشح تحالف تقدم ب 158 صوتا مقابل 137 للمشهداني، أم وحصل المتنافس الثالث عامر عبد الجبار على 3 أصوات فقط. لم يفز أي من أولئك المرشحين، لأن رئيس البرلمان يجب أن يحصل على نصف أصوات النواب زائد واحد، أي 165 صوتا. بعد التغيير الذي حدث في العراق في عام 2003 جرت العادة على أن يتولى رئاسة الجمهورية كردي ورئاسة الوزراء شيعي ورئاسة البرلمان سني في العراق في عرف سياسي غير مكتوب في الدستور. وعادة ما تطول عمليات انتخاب تلك الرئاسات تتطلب مفاوضات شاقة بين المكونات السياسية.